جزاكم الله الخير. شلونكم؟ توي تعلم المعاعه الشغل امنا. خلاص ايش جديدكم؟ سلام. هل كل عصر راح بخياش هرزقه يا العلوم؟ طيبين مرحب. عادي سلام. الحين تنحاشين الى الحين تنحاشين يقدرين يقزعين يا لبي. جود هذي جود حلوة كابر ديد. خلاص يا علا انا وجهها عم اي يا لبا تكن علتا علجي مصورتك وقفتي يا مال البركة يليل تبي ها يلا خلاص خلاص برك ناس والله ما رده في خاطرك ها حط له فوق هناك 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 تروح ترقى منك هنا انا بدي هاي يلا شوفي خالتك شوفي خالتك سيرفس تبين حليبة هنا انا خل وجهها روح شربي هيا نجت هاي الحق الحق معدت خدمة الأجنحة طالبين حليب زين زين احد ريان ترى هم انقز اذني قولون ما لها داعي تصير خالتة عنس ما لها داعي الله يعطيك الجدري ينقز عينك ذاك الرزق على الارض يهرب ويدزقهم ما عاد فيه اليوم هاي ذا العين رامي نظف قدوره متشرمه الا 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 بالخير ما في صباح الخير كلام بالخير الله يعافيك الله يعافيك ان شاء الله يا مدير انت ما في كلام ليش جلعنا اليوم؟ طاق النفر؟ ايوه جلعنا انت؟ ليش ما في كلام؟ ها؟ كلام؟ ها؟ تبان بيبي انت؟ وش مشكلة انت؟ ما في كلام صحيح ليش جلعنا انت؟ نفر طاق؟ وش مشكلة؟ اول انت كل يوم كلام سلام عليكم كذا حلو حيد العيب عينك يعني باك يا مرحبا ومسهلا كيف قال؟ الغوري ذا شو بطنه؟ في فنجال دله ذريه حاطين في بطن الغوري فنجال راح احصل خذ دجاج انا حي في ذمتك والله العظيم بالعاده الناس تاكل دجاج ميت يجيك في بغات تفكه اليوم انه دجاج حي يا انا فذ الذرب تمشي اقلها اختس او كذا يمشن لعب لعبنا على عمره مربطهم بس يا عملها عملة معزة يوه انت عشاك للذيلة انا قلت يا انزلة ما يمشن ما يمشن مربطات بس يا وين القصة هنا قصة ديتا ولا دجاج عطى سكاكين عطى سكاكين تعالي هنا باو ذا الوجه هاي عزوز ونسى قولة اثنين خلاص ما نبدأ بهينيس خلاص خلاص حبيبتي خلاص 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 قمطتها قمطتها حميرة هذا خلنا نشوف هذه هذا نظيف نظيف هذه قضانا عليها ها وهذه ناقة روك ما في ناقة دجاج ما راح جيبها راح جيبها راح جيبها تعالي 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 خلاص ما عاد نبدأ بهينيس تعالي الله 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 خلصت منها أنا يعني صرختها بهدومها رجلها الحين في ثوبها بكراحة بكراحة في الجدر كثر لقينا فيها سبع كبوت كثر اللي طلعتها منها سنة دجاج انا نعرف بس لان فيها هذه فيها فتحه لها جنوط
ما نادني به بدون جناح. بسال اعطيك قدر ضغط بالا قدر ابقى بالا بسال ابقى واحد هبه بس 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 مية هجل هجل مية هجل انا كيف مشكله انا ما في مشكله ابكي عليها طايحه انت مشكله انا ما في مشكله جيب لسكة وين؟ ها؟ لسكة لسكة جيب لسكة يلا لسكة مركب هنا ايوه اغسل اغسل نظيف مية مية هذا مجبود يا نانا بهذا الشخر يا نانا في هذا شوف ها يوعد كافي يوعد كافي ابقى خلاص خلاص ابقى خلاص خلاص سكر لي جي انت ليش ركب كوكي قدام الريجي؟ اوه ركي سود انا ما في ركي انا كلام انت ليش كوكي؟ وين كوكي؟ هذا ركب كذا مكوى ويس انت ويس ثلج ما يجيبي ثلج؟ ها؟ برد هالحين كيف يجيبي ثلج؟ انت ما قلنا كيما ما في انت كله كله لا تشتب انت خربه شم ريحة الشربطة؟ اوه ها؟ جان انت لا تسلك لي هم افتح وجهك بذي الملعقة انا خيمة نار ايه انت على طول فك نار وبعدين على طول ذو خيمة مشكلة اعطوا النار خيمة مشكلة ايه ان شاء الله انت بس ما في موت انت هذا ادي اجي نسيرها برا هات اذا طيب ياكل منك ست والله ما في قيت ما في رام هذا ايش؟ شيت كتيب هذا شيت انت اول دجاج دجاج جيب دهنة عطري دهن جديد ما في انا ركب هذا هذا ويس يشب على مقمطه نشف 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 اسرع 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 فرقها اسرعها ما يرمز قلت هنا اليوم موريها موري حرايق الله يستر شوف نار وين يجي شوف ما ادري ها هذا سوداني من كذا قرات هنا ما يشققها كذا ورق غيران الله يكر هنا ها ها لا لا تحط لا تحط ما يحطه لا لا مو بزين ذا اليوم جايبين لنا ذا من احد الشركات المصنعه ها؟ كتشك ابغى كتشك هذا ما في كتشك هذا شطه شطه بيك ابغى ما يبغى؟ لا ما يبغى لكن تاكل شوي كويس ها؟ تاكل شوي كويس بنحط هذه نجربها اليوم كركم ابغى؟ بهران لا ما يبغى بس هذا هذا صلصل بس يا ولولي كيف شنو هذا؟ هذا سمكه ها؟ سكر سكر خلص تاكل كذا سلسل ها؟ كل شيء موجود هنا سمسم بهران والله والله طماط فلفل نحط القوطي كله الشعر ها؟ يلا يا لعنك جدر لا افقع راسك انت زوي زوي ركب انت فل 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 ها الحل ابو القوطي حلوه خلاص ركب هنا ما يركب نشب على مقامطها عندي جا في ذلبها لو ميه شوف 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 ايوه يلا كب 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 فلفل ركب شوي ركب لا يجرك ما يديك سيل حط رجع حط سيل يدي ما يهنسي سين ثلاثة يلا ها نفر كويس يلا صبها بطاطي صبنا ايه بك خلص صب خلاص نكتم بلفها مو يا جادة ما في شو رايك شو دجاج كفرة مغرج ليه كبار ولا ترمو كبار والله اي والله انت بنفس طعم بلعنا حرنا بعدك ترى الحين بس شكله طيب شكل تقريبا سوي 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 معلومة انت قد ضغط فهمت عليهم معلومة انت تطبخ خلاص انت كيف كذا حي ذا العيب هذا لحم غزال ها لحم غزال
يا رجال. يا على الطراق وجهل حاتت ها ني والله داري دي فتحت غزال. تستغفر اهل انا والدي لا قطع كمل 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 يا مدير كمل قطع 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 اخوي ذا مطهو اذا انتم ذابحين لكم ادمي روح يا ولد خذ منديل كمل قم جيب له منديل ما العافيه قم رجع تقطع راسها وتروح تعادة نشوف الدجاج الحي صار عليه مرق جاده يذوب حول بها اكو عون عون مرق جاده ما في مرق جاده دجاج ما عاد فيه يا شيفت الشمت ما عن رجع ملقى رجع ملقى راح تفحصهن يو راح لي متمهرص حلو خبشت على المتمهرصات أبقى طلعت رجل لحالها اشرب من الحليب اللي كان بياضه بياض شفت هنوفن لبع جوع اي اي قلبه ويا سلام اليوم طبعا الشكل النهائي بيكون في بطل القدر العوده اشغلوني الله العن جد استغفر الله محر الله الله عان ابرص تناسق الالوان في طرازه طالعه كراء دجاجه عضلات يعني كفو عليك يلا قلبه لا انا لا يحول انا لا يحولهم انت بيت اي بدينا اخلص قلبه سم والله يعطيك الجد اشوا اسم العش ايش المشكله شلون شيله شله دبر نفسك شله دي قلبه يلا يعطيك الجد انت وطرتك بخر قدرتك بخر سرى 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 دبر هنا يا وكيف هاي دالع سرى 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 طبعا نوريكم نظره عن الدجاج الحي الحمه حم شاورما صوره يبقى جعلك الخلال صوره اليوم فخمين شوف الغواري اللي تشوف شويه من وراها والبينه هذا فاضي حطني ديكم وصلنا الطبقات المخملية أصب لك يبا صب كل حد رشموع حال هذا والله لمعد أنا جد ما تعودنا على الطبقات المخملية ما تعودنا يبينا شوي بسميط